فلنحذر من الدعوات التي تريد إخراج المرأة من بيتها وتبرجها وسفورها، لأنهم يعلمون علم اليقين أن خروج المرأة من بيتها واختلاطها وتبرجها وسفورها سبب في هلاكها فقط، لا، سبب في هلاك المجتمعات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إياكم والنساء، قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أول فتنة بني إسرائيل أنهم تساهلوا في أمر النساء فتداعت عليهم سائر الفتن حتى وقعوا في الكفر بالله عز وجل. ولذلك يا عباد الله، نرى في البلاد الإسلامية عندما تساهلوا فقط في كشف الوجه، لم تكن بلد إسلامية قبل 100 أو 200 سنة عندهم نساء يكشفن الوجه، لا في الشام ولا في المغرب العربي ولا في غيرها من بلاد المسلمين لم يكن عندهم كشف الوجه إطلاقا. فلما دخل عليهم الاستعمار وهو الدمار وليس استعمارا بدأوا في كشف الوجوه. فلما كشف النساء الوجوه، هل اقتصروا على ذلك؟ لا والله، كشفوا الوجوه ثم كشفوا الشعور ثم كشفوا النحور ثم تعروا أمام الناس. فالشيطان يأتي للناس خطوة خطوة حتى يوقعهم فيما يريد من الموبقات العظيمة. فعلينا أن نحذر وألا نتساهل في مثل هذه الأمور. فإن كان هناك دعاة إلى الباطل فلنكن دعاة إلى الخير في بيوتنا، في مساجدنا، في مدارسنا، في كل أمر نستطيع فيه أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، لأن هذا أمر عظيم يراد به هدم المجتمعات، لأن الفتن في النساء هي طريق لبقية الفتن، نسأل الله السلامة والعافية.